الخطوبة الأولى الإنسان، الرسالة، القدرات، المعماري، المسؤولية، دور. الحقيقة كلمات مهمة جدا، لأن كل إنسان مننا ليه رسالة وليه قدرات ربنا منحها له عشان يقدر يحقق هذه الرسالة. بنقعد وقت من الزمن نبتدي ندور على هذه الرسالة لغاية لما نجدها، ونقعد وقت تاني ندور على القدرات لغاية لما نكتشفها. اليوم اللي نكتشف فيه القدرات ونعرف فيه رسالتنا هو ده اليوم اللي بنتلمس فيه الطريق لتحقيق الرساله. لان لو احنا عرفنا رسالتنا من غير ما يبقى عندنا قدرات هنبقى عاجزين ان احنا نحقق الرساله. ولو احنا اكتشفنا القدرات بتاعتنا بس احنا مش عارفين ايه الرساله هنهدر هذه القدرات. يبقى مهم جدا اللحظه بتاعت انك تعرف رسالتك وتكتشف قدراتك. لو رحنا بقى للمعماري، المعماري برضه اكيد ليه رساله وعليه مسؤوليه. وسيبنا من المعاني العامه ان هو يعمر الارض وكل المعاني دي، خلينا نتكلم على المعماري حسن فتحي. واحد، كتير مننا كمعماريين فكروا انه دورهم اتجاه المعماري حسن فتحي انه النهج اللي اخده في البناء انه يبتدوا ان هو يحيوه عشان ما يندثرش، سواء كان الابواب والاداوي وما شابه. وفي ناس تانية قالت لا احنا مش هنختزل الموضوع كده، خلينا نخش في مرحله الفكر والفلسفه اللي كان مهتم بيها حسن فتحي اللي بيها انتهج هذا المنهج. بس انا عايز اخدكم لحته تانية خالص، عايزكم اخدكم للكتاب بتاع حسن فتحي لما كان بيتكلم عن عمار الفقراء. في بدايه مقدمته، ودي نقطه مهمه جدا، كان بيقول ايه؟ انه كان يتمنى ان الكتاب يبقى موجهه بس لمين؟ للفلاح. يقصد الفلاح المواطن البسيط، يعني كان رسالته اللي كاتبها هنا في الكتاب والفلسفه والفكره عايزه تصل الى الفلاح لوحده مش لحد تاني. بس قال انه مضطر يخاطب مين؟ يخاطب اللي هم بيضعوا المواطن البسيط تحت الرعايه، يعني هم المهتمين بهذا المواطن البسيط، هو مضطر. اللي هم مين دول؟ اللي هم المعماري والعمراني وعالم الاجتماع والاعلامي ومتخذ القرار والسياسي. ليه بقى؟ عشان الظرف الحالي مش مناسب ان يخاطب المواطن البسيط مره واحده بهذه الرساله. وبالتالي بقى دورنا ايه بقى؟ المسؤوليه اللي حملها لنا حسن فتحي ان احنا نخلي المواطن البسيط قادر انه يبقى العلاقه مباشره بينه وبين الكتاب. يبقى دورنا احنا كلنا دور انتقال، ان احنا نبقى ملناش دور بعد كده، مش نبقى احنا وسطاء بس ما نبقاش بعد كده اوصياء. ده نوع مهم جدا. هل احنا بقى متخيلين ده في حياتنا العامه؟ هل متخيلين قيمه انك تبقى مرحله انتقاليه؟ قيمه ان انت تبقى بتعمل حراك التغيير دون ان تكون على راس التغيير، موفمنت اوف تشينج بعد ما يكون في ويند اوف تشينج؟ هو ده المهم جدا. هل ده موجود عندنا في احساسنا، في تصرفاتنا، في حياتنا العامه؟ هل المسؤوليه اللي قالها لنا حسن فتحي احنا قدها؟ هي دي الطوبه الاولى.